السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الترم الثاني، ويا رب الترم الثاني يبقى سعيد عليكم وتبقى سنة سعيدة عليكم وعلى كل أسركم إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على السكالب. إيه هي السكالب؟ السكالب اللي هي فروة الرأس. فروة الرأس دي اللي هي اللي بتغطي الفولت اوف ذا سكال، يبقى فروه الراس دي مغطيه الفولت بتاع السكال. طيب السكالب دي اللي هي فروه الراس بتمتد منين لفين؟ قال لك بتمتد من قدام للسوبر سيلياري ارش. خدنا السوبر سيلياري ارش ده فين قبل كده؟ خدناه في النورما فرونتاليس. يبقى من قدام واصله السوبر سيلياري ارش اللي هو مكان الاي براو كده. طيب ومن ورا؟ من ورا توصل لغاية السوبيريور نيوكال لاين. ايه السوبيريور نيوكال لاين؟ لو حد فاكر كان عندي حاجة في النورما اوكسيب تالس اسمها اكسترنال اوكسيب تالبوتيوبرس، حتة بارزة، الحتة البارزة دي طالع منها خط، الخط ده اسمه سوبيريور نيوكال لاين. يبقى من قدام سوبر سيلياري ارش، من ورا سوبيريور نيوكال لاين. طب من على الجناب الخط اللي اسمه سوبيريور تمبورال لاين. خدنا في النورمال لاتراليس حاجه اسمها تمبرال لاينز، كان عندي سوبيريور وانفيريور تمبرال لاينز، لكن السكالب بتاعتنا واصله للسوبيريور تمبرال لاين. يبقى السكالب حدودها ايه؟ من قدام سوبر سيلياري ارش ومن ورا سوبيريور نيوكال لاين، ومن على الجناب سوبيريور تمبرال لاين. من ورا سوبيريور نيوكال لاين وعلى الجناب سوبيريور تمبرال لاين، دي الحدود بتاع السكالب بتاعتنا. السكالب بتاعتنا اللايرز بتاعتها ايه؟ قال لك السكالب اللايرز بتاعتنا عباره عن 5 لاير. السكالب بتتكون من 5 كلمات، من 5 حروف، سوري، اس سي اي ال بي. كل حرف منهم يرمز للاير من اللايرز بتاع السكالب. يبقى اول لاير عندي الاس السكين، والسكين بتاع السكالب ده بيبقى ريتش ان هير اند سيبيشيوس جلاند، ده فيه شعر دي كتير وغدد دهنيه. وبان فيه غدد دهنيه كتير لقوا ان اشهر مكان يحصل فيه حاجه اسمها سبيشال سيست. ايه السبيشال سيست دي؟ بيبقى فيه زي كيس كده عباره عن زي حوصله كده على شكل كيس مليانه افرازات دهنيه. لقوا اكتر مكان ممكن تلاقوا فيه المشكله دي ممكن يلاقوها في السكان. طبعا بتروح ممكن يروح للدكتور بتاع جراحه وبيشيلها، اسمها سبيشال سيست. يبقى قلنا اول لاير السكين، والسكين بتاعنا ريتش ان هير اند سبيشيوس جلاند. السي كونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو بتاع السكالب ده دنس كونكتيف تيشو وموجود فيه البلاد فيزل والنيرفز بتاعت السكالب. طب الاي؟ الاي قال لك ايه؟ حاجه اسمها ايبيكرينيال ابونيروزيس، حاجه اسمها ايبيكرينيال ابونيروز. تعالوا نشوف ايه الايبيكرينيال ابونيروز ده. الايبيكرينيال ابونيروز ده وايت تندون اللي هو الابيض اللي في النص ده. التندون ده موصل ما بين حاجه اسمها فرونتال بيليس واوكسيبتال بيليس بتاع عضله اسمها اوكسيبتو فرونتاليس. السكالب في عضله اسمها اوكسيبتو فرونتاليس، وناس تقول فرونتو اوكسيبتاليس. الاوكسيبتو فرونتاليس ماسل دي ليها اوكسيبتال بيليس وفرونتال بيليس، موصل بينهم مين؟ الايبيكرينيال ابونروز ده. يبقى ايه هو الايبيكرينيال ابونروز ده؟ تندون موصل ما بين الاوكسيبتال بيليس والفرونتال بيليس بتاع الاوكسيبتو فرونتاليس. تلاقي الاوكسيبتال بيلي واصله تمسك في البوستير بوردر بتاع الابونروز. طب تيجي الفرونتال بيلي تاخد اوريجين من الانتيرو بوردر بتاع الابنروز وتمسك في الاي براو، فلما تيجي تشتغل ترفع الاي براو ترفع الحاجه اللي فوق. يبقى انا عندي الايبيكرينيال ابنروز ده وايد تندون موصل ما بين الاوكسيبتال بيليز والفرونتال بيلي بتاع الاوكسيبتو فرونتاليز. تعالوا نشوف صوره ثانيه ليه. دي العضله اللي اسمها اوكسيبتو فرونتاليز، ليها فرونتال بيليز واوكسيبتال بيليز موصلين مع بعض بالابيكرينيال ابونيروزس. يبقى الابيكرينيال ابونيروز ده وايت تندون موصل ما بين الاوكسيبتال بيليز والفرونتال بيلي بتاع الاوكسيبتو فرونتاليز. البوستير الاوكسيبتال بيلي واصله لغايه البوستير بوردر بتاع الابيكرينيال ابونيروز.
يجي من الانتير بوردر تبدا الفرونتال بيلي توصل لغايه الاي براو فترفع الحاجب لفوق. العضله دي الاوكسيبتال بيلي هتاخد نيرف سبلاي، الاثنين هياخدوا فيشيال، بس الفرونتال بيلي هتاخد من نيرف اسمه تمبورال برانش اوف فيشيال نيرف، برانش من الفيشيال نيرف اللي هو العصب السابع اسمه تمبورال، لكن الاوكسيبتال بيلي هتاخد برانش اسمه بوستيريور اوريكولار برانش اوف فيشيال. يبقى دي هتاخد تمبورال برانش اوف فيشيال ودي هتاخد بوستيريور اوريكولار برانش اوف فيشيال. يبقى ايه هو الابيكرينيال ابونروز؟ ده وايد تندون موصل ما بين الفرونتال بيليز اوف اوكسيبتو فرونتاليس والاوكسيبتال بيلي اوف اوكسيبتو فرونتاليس. واتكلمنا على الاوكسيبتو فرونتاليس وقلنا ان الفرونتال بيلي هتاخد نيرف سبلاي اسمه تمبورال برانش اوف فيشيال، لكن الاوكسيبتال بيليز هتاخد بوستيريور اوريكولار. طيب احنا قلنا الاس سكين السي كونكتيف تيشو الاي ابونيروزس الابيكرينيال ابونيروز. طب ال لوز اريولار كونكتيف تيشو نسي كونكت ضام بس مفكر، ودي اخطر لير في السكان. ليه؟ لان اي انفكشن فيها ممكن ينتشر منها للكرينيال كافيتي. طب هينتشر ازاي؟ هنتشر عن طريق حاجه اسمها اميشري فين. ايه الاميشري فينز دي؟ دي فينز صغيره بتعدي من فورمن كده صغير، فورمن صغيره في الاسكال اسمها اميشري فورمن. فدي الاميشري فينز دي بتوصل ما بين الاسكال او بره الاسكال لجوه الاسكال. فعشان كده لو في انفكشن في اللوز اريولار كونكتيف تيشو ده حاجه خطر. ليه؟ لان ممكن ينتشر منها للكرينال كافيتي. طيب اخر حاجه اسمها بريكرينيوم. بريكرينيوم يعني الغشاء اللي مغطي السكال اللي هو اصلا عباره عن ايه؟ عن بيري اوستيا. خلاص اسمه بيري اوستيا، والبيري اوستيا اللي هو الغشاء اللي مغطي العض او البريكرينيوم، يعني قلت بريكرينيوم صح قلت بيري اوستيا صح، ده بيبقى لازق على السكال بون. طب في فايده انه يبقى لازق على السكال بون؟ اه لو واحد اتعور تلاقي السكال فيها لوكالايز هيماتوما تجمع دم بس في مكان معين، مش تلاقي التجمع الدموي في كل السكال، لا في حته معينه بس. ليه؟ لان البيري اوستيوم بيبقى لازق على السكال بون فبيمنع انه يبقى ديفيوز يبقى منتشر، الهيماتوما ما تبقاش منتشر. على فكره السكال لو واحد تعور فيها بتجيب دم كتير. ليه؟ لانه ريتش بلاد سبلاي. يبقى اتكلمنا على اللييرز بتاع السكال، الاس سكين، السي كونكتيف تيشو، الاي ابونيروزس، ال اللوز اريولار كونكتيف تيشو، البي بيريكوستي او بيريكرينيا. واتكلمنا على ده قلنا ده اسمه ايبيكرينيال ابونيروزس اللي موصل ما بين الاوكسيبتال بيليس والفرونتال بيليس اوف اوكسيبتو فرونتالس. طب ايه دي؟ دي اللييرز بتاع السكال، ادي السكين وادي الكونكتيف تيشو وادي الابيكرينيال ابونيروزس تحتيه لوز اريولار كونكتيف تيشو واخر لير اسمه بيريكرينيا اللي هو ده، ودي السكال بونز الحديد السكال بون نفسها. يبقى دي اللايرز بتاعت السكال، ادي السكين بعد كده اللي فيه طبعا لاير كتيره، ادي الكونكتيف تيشو بعد كده ابيكرينيال ابونيروزس تحتها النقط دي لوز اريولار كونكتيف تيشو واللي لازق على السكال بون ده اسمه بيريكلينيا. ادي تاني رسمه تانيه، ادي السكين اللي هو اول لاير، بعد كده طبقه الكونكتيف تيشو، وقلنا الكونكتيف تيشو ده اللي موجود في البلاد بيزل نيرفز سكال، بعد كده ايبيكرينيا او النيروزس، وفي تحتها لاير مش مرسومه اللي هي اللوز كونكتيف تيشو، وبعد كده البريكلينيا، والبريكلينيا هو اللازق على البون اوف ذا سكال. واتكلمنا على عضله اسمها اوكسيبتو فرونتاليس، وقلنا ان ليها فرونتال بيليز واوكسيبتال بيليز متوصلين بحاجه اسمها ايبيكرينيال وايت تندون، تندون عضلي. هنتكلم دلوقتي على البلاد سبلاي سكالب، والبلاد سبلاي بتاع السكالب ده من اهم الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات. يبقى بيجي لك سؤال اسمه بلاد سبلاي اوف ذا سكالب. بلاد سبلاي اوف ذا سكالب
يعني لازم اتكلم على ارتريز وفينز. فهنبدا بالارتريز وبعد كده هنتكلم على الفينز. الارتريز انا عندي اتنين ارتريز اهو، وادي ارتري اللي هو ده كده، وفي اتنين ورا. فيقول لك الارتريز بتاع السكيل هنقولها ازاي؟ يبقى انا ممكن اجيب سؤال ارتيريال سبلاي، ممكن اقول فينس درين ذا سكيل. يبقى بلاد سبلاي، كلمه بلاد سبلاي تشمل ارتريز وفينس. تعالوا نبدا بالارتريز، دي رسمه بسيطه وسهله. الارتريز بتاع السكالب هنقسمها الاثنين، ارتريز هيغذوا الفرونت اوف ذا سكالب، وارتري هيغذي السايد اوف ذا سكالب، واثنين ارتريز هيغذوا الباك اوف ذا سكالب. يبقى الارتريز اوف ذا سكالب اثنين هيغذوا الفرونت، واحد هيغذي من على الجنب، واثنين يغذوا من ورا. كل ارتري عايزك تعرف الارتري ده طلع منين يعني. يبقى هتقول لي الفرونت اوف ذا سكالب از سبلايد باي تو ارتريز. الارتريز دول اسمهم ايه؟ واحد اسمه سوبرا تروكلير والتاني اسمه سوبرا اوربيتال. يبقى لو بصيت كده على السوبرا اوربيتال مارجن هتلاقي اتنين، واحد ميديال شويه وواحد بعديه في الميدل بارت بتاع الابر في ابر اوربيتال مارجن، ده اسمه سوبرا اوربيتال وده اسمه سوبرا تروكلير. يبقى ده اسمه سوبرا تروكلير وده اسمه سوبرا اوربيتال. سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال دول طالعين من ايه؟ طالعين من الارتري اللي بيغذي العين اللي اسمه اوفسالميك. والاوفسالميك ارتري ده جاي من الانترنال كونتور. يبقى عايزك تعرف ان الارتريز اللي بيغذي السكالب عددهم اللي بيغذي الفرونت اثنين، سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال، ودول طالعين من الاوفسالميك برانش. الاوفسالميك ارتري ده برانش من مين؟ من الانترنال كاروتيد. يبقى سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال دول برانشين طالعين من الاوفسالميك ارتري اللي طالع من الانترنال كاروتيد. طيب نيجي الارتري اللي بيغذي السايد اوف ذا سكالب، اللي بيغذي السايد اوف ذا سكالب ده اسمه سوبرفيشال تمبورال ارتري، اسمه سوبرفيشال تمبورال ارتري اللي هو ده. والسوبرفيشال تمبورال ارتري ده تقدر تحسه قدام ودنك. يبقى لو حطيت صباعك قدام ودنك كده هتلاقي فيه نبض بتاع ارتري اسمه سوبرفيشال تمبورال. السوبرفيشال تمبورال ده جاي منين؟ قال لك في ارتري كبير اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري ده كان طالع من الكومن كاروتيد ارتري. خلينا دلوقتي في الاكسترنال كاروتيد. الاكسترنال كاروتيد ارتري ده بيدخل جوه الباروتيد جلاند اللي هي الجلاند، يتقسم جوه الباروتيد لتو تيرمينال، واحد اسمه ماكزيلاري مش موجود في الصوره، والتاني اسمه سوبرفيشال تمبورال. يبقى السوبرفيشال تمبرال ده اللي بيغذي السايد اوف ذا سكالب جاي منين؟ قال لك جاي من اكسترنال كاروتيد ارتري. يبقى السوبرفيشال تمبرال جاي منين؟ قال لك جاي من اكسترنال كاروتيد ارتري. ده وان اوف تيرمينال ديفيجن اوف اكسترنال كاروتيد. يبقى الاكسترنال كاروتيد بيتقسم اتنين، واحد اسمه سوبرفيشال تمبرال بعرفه ازاي؟ بلاقيه قدام الاوريجن قدام الودن. طيب والتاني اسمه ماكزيلاري مش مرسوم في الصوره. طب مين الارتريز اللي بتغذي الباك اوف ذا سكالب؟ قال لك اتنين، واحد ورا الاوريكل فاروح نسميه بوستيريور اوريكولر، وده طالع من الباك اوف اكسترنال كاروتيد، والتاني اسمه اوكسيبتال ارتري. يبقى ده بوستيريور اوريكولر وده اوكسيبتال، ودول الاثنين طالعين من الباك اوف اكسترنال كاروتيد. يبقى البلاد سبلاي اوف ذا سكالب اتنين ورا بوستيريور اوريكولار، ده الارتري اللي ورا الاوريكل وطالع من اكسترنال كاروتيد الباك، اوكسيبتال ارتري طالع من الباك اوف اكسترنال كاروتيد، سوبرفيشال تمبرال بيغذي السايد اوف ذا سكاب، ده وان اوف تيرمينال ديفيجن اكسترنال كاروتيد. يبقى الاكسترنال كاروتيد يدخل باروتيد جلاند يتقسم لسوبرفيشال تمبرال وماكسيلر. ماشي، طب الاثنين اللي هيغذوا الفرونت، واحد اسمه سوبرا تروكلير والثاني اسمه سوبرا اوربي. ده السوبرا تروكلير وده كده السوبرا اوربيتال، وملاحظين ان بيبقى مصاحب ليهم فينس. والارتري اللي ماشي ده اسمه سوبرفيشال تمبرال ارتري، عشان كده بقول لك لو حطيت ايدك هنا هتحس النبض بتاعه. خلاص، في ارتري الاحمر ده اللي ورا الاوريكل اسمه بوستيريور اوريكولار، واللي ورا ده اسمه اوكسيبتال ارتري، ودول طالعين من اكسترنال ارتري. طيب ده اسمه بوستيريور اوريكولار، اوكسيبتال، سوبرفيشال تمبورال، سوبرا تروكلير، وسوبرا اوربيتال.
ادي السوبرفيشال تمبر ارتري اهو طالع منين؟ ادي كان في ارتري اهو اسمه اكسترنال كاروتيد، بعد كده هيجي برانش اسمه سوبرفيشال تمبرال ارتري. ادي السوبرفيشال تمبرال ارتري اهو طبعا ماشي معاه الفين وصاحب. تعالوا نشوف بقى الفينس درينج، يعني الفينز، الفينز على اسم الارتري. يبقى زي ما كان في سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال هيبقى في فينز بالدرين الفرنت اوف ذا سكال اسمهم سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال. خلي بالك الفينز دي بتتحد عند الميديال انجل بتاع العين وتعمل لي فين اسمه انتيريور فيشال فين. يبقى في سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال فينز اللي بيتحدوا يعمل لي انتيريور فيشال فين، بيتحدوا يعمل لي انتيريور فيشال فين. طيب عندي فين بالدرين السايد اوف ذا سكالب اسمه سوبرفيشال تمبرال فين. يبقى زي ما كان في سوبرفيشال تمبرال ارتري في سوبرفيشال تمبرال فين، بس خلي بالك السوبرفيشال تمبرال فين ده يدخل جوه الباروتيد ويتحد مع فين اسمه ماكسيلاري فين يعمل لي فين اسمه ريترومانديبولار. الريترومانديبولار فين ده بيتقسم لانتيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن. يبقى تاني السوبرفيشال تمبرال فين ده يدخل باروتيد جلاند يلاقي فين اسمه ماكسيلاري فيروح عامل لي فين اسمه ريترومانديبولار. الريترومانديبولار اسم الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن. يبقى قلنا لغايه دلوقتي اسماء الفين سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال. ازاي يبقى زي ما كان في سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال ارتري في سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال فين اللي اتحدوا عمل لي انتيريور فيشال فين. نيجي هنا السوبرفيشال تمبرال اللي بيدرين السايد اوف ذا سكان يدخل جوه الباروتيد جلاند يلاقي فين اسمه ماكسيلا يروح عامل فين اسمه ريترو مانديبولار او اسمه الثاني بوستيرو فيشال. خلي بالك الريترو مانديبولار فين ده عامل زي مين؟ عامل زي الاكسترنال كاروتيد ارتري. مش الاكسترنال كاروتيد ارتري لما دخل الباروتيد اتقسم لسوبرفيشال تمبرال فين وماكسيلا. السوبرفيشال تمبرال ارتري وماكسيلا ارتري نفس الكلام سوبرفيشال تمبرال فين وماكسيلا فين يتحدوا يعمل لي ريترو مانديبولار فين. يبقى الريترو مانديبولار فين مقابل لمين؟ مقابل الاكسترنال. طب مين الفين اللي ورا الاوريكل اسمه بوستيريور اوريكولار وده هيقابل البوستيريور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولار ويعمل لي فين اسمه اكسترنال جاجولار فين. الاكسترنال جاجولار فين ده فين مهم ليه؟ لو حد لاحظ في اطفال ما بيعرفوش يركبوا لهم كانيولات في ايديهم فبيروح مركب الكانيولا فين سطحي موجود في الرقبه اسمه اكسترنال جاجولار. فبنتسال في الامتحان في الام اس كيو الاكسترنال جاجولار فين بيتكون ازاي؟ قال لك بيتكون باتحاد البوستيريور اوريكولار والبوستيريور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولار. يبقى الريترو مانديبولار فين ده بيتقسم بعد كده الانتيريور والبوستيريور ديفيجن. البوستيريور مع البوستيريور اوريكولار يعمل لي اكسترنال جاجولار. امال مين الفين اللي اسمه انترنال جاجولار فين ده؟ ده الانترنال جاجولار فين ده الفين اللي بيستقبل الفينس درينج بتاع الهيدن درينج. خلاص ده اهم فين في اللور ليمب ده اللي بيستقبل الفينس درينج بتاع اللور ليمب كله. طيب طب انا كان عندي ارتري اسمه اوكسيبتال ارتري ففي فين اسمه اوكسيبتال فين ينتهي في حاجه اسمها سب اوكسيبتال بلكسس اوف فينز موجوده في الباك اوف سكال في الباك بتاع راسنا او ممكن السب الاوكسيبتال فين ده ينتهي في الفين اللي اسمه انترنال جاجولار فين. يبقى الفينز بتاعت السكالب زي الارتريز على اسم نفس اسماء الارتريز سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال دول بين الفرونت سوبرفيشال تمبرال اللي اتحد بماكسيلاري عمل لي ريترو مانديبولار بوستيريو ريكولار اللي اتحد مع بوستيريو ديفيجن بتاع ريترو مانديبولار عمل لي اكسترنال جاجولار واخر فين اسمه اوكسيبتال فين. تعالوا نشوف النيرف سبلاي اوف ذا سكالب. النيرف سبلاي اوف ذا سكالب عددهم 10 خمسه قدام الاوريكل وخمسه ورا الاوريكل. يبقى النيرف سبلاي اوف ذا سكالب عددهم 10 خمسه قدام الاوريكل وخمسه ورا الاوريكل. كل خمسه منهم فيهم اربعه سنسوري وواحد موتور. يبقى كل خمسه منهم اربعه سنسوري وواحد موتور. خلاص فانا عندي هقسمهم خمسه اللي قدام الاوريكل اربعه سنسوري واحد موتور والخمسه اللي ورا الاوريكل اربعه سنسوري وواحد موتور. تعالوا نشوفهم مع بعض.
هنبدأ باللي قدام الاوريكل الخمسة. أول اتنين اسمهم سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال، يبقى زي ما كان في ارتريز اسمها سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال، عندي سوبرا تروكليار نيرف وسوبرا اوربيتال نيرف. خلي بالكم ما طالعين دول من نيرف اسمه اوفسالمي، طالعين من نيرف اسمه فرونتال، والفرونتال ده برانش من الاوفسالمي. طيب خلينا نتفق على حاجة، أنا عندي نيرف كبير سنسوري، يعني في الأساس سنسوري اسمه ترايجيمينال اللي هو كرينيال نيرف رقم خمسة. كرينيال نيرف رقم خمسة ده بيتقسم لثلاثة ديفيجن كبار، اوفسالميك وفرونتال، اوفسالميك وماكزيلاري ومانديكولار. يبقى التراجيمينال نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم خمسة بيتقسم لثلاثة كبار، اوفسالميك وماكزيلاري ومانديكولار. وهنقول الكلام ده تاني بالتفصيل وانا بقول النيرف سبلاي اوف ذا فيس. السوبرا تروكلر والسوبرا اوربيتال دول تبع الاوفسالميك، رايحين يغزوا الاسكان ان فرونت ايه؟ ان فرونت اوف ذا اوريكل. خلاص؟ يبقى انا عندي سوبرا تروكليار وسوبرا اوربت طالعين منين؟ إيه؟ طالعين من الفرونتال برانش اوف اوفسالمي. طيب عندي نيرف اسمه زيجوماتيكو تيمبرو ونيرف اسمه اوريكولو تيمبرو. زيجوماتيكو تيمبرال ده برانش من الماكزيلر نيرف، خلي بالك الماكزيلر ده جزء من الترايجيمينال اللي هو النيرف الكبير. طيب والاوريكولو تيمبرال ده برانش من المانديبولا اللي هو ديفيجن من الترايجيمينال، يبقى كل دول تبع انه نيرف؟ تبع النيرف الترايجيمينال نيرف اللي هو كرينيال نيرف الخامس. يبقى تعالوا نقول تاني النيرفس اللي قدام الاوريكل، سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال، زيجوماتيكو تيمبرال، اوريكولو تيمبرال، طب والموتور تمبرال برانش اوفيشال نيرف اللي بيغذي مين؟ اللي بيغذي الفرونتال بيري اوف اوكسيبتو فرونتاليس كده. يبقى سوبرا تروكلي سوبرا اوربت زيجوماتيكو تمبر اوريكولو تمبر تمبرال برانش اوفيشال. يبقى الخمسه فيهم ثلاثه فيهم كلمه تمبر، يبقى سوبرا تروكلي سوبرا اوربت زيجوماتيكو تمبر ده طالع من المجزلة، اوريكولو تيمبر طالع من المانديبول، والموتور اسمه تيمبرال برانش اوفيشيو. طيب نيجي بقى للخمسة اللي ورا الاوريكل، وقلنا نفس الكلام اربعة سنسوري واحد موتور. الاربعة السنسوري طالعين من حاجة اسمها سباينال نيرفس، من السباينال نيرفس سي 2 وسي 3. تعالوا نشوف كده مع بعض، واحد اسمه جريتر اوكسيبيتال وواحد اسمه ليسر اوكسيبيتال بيغذي ورا الاوريكل كده، يبقى ده اسمه جريتر اوكسيبيتال ده اسمه ليسر اوكسيبيتال، ده بياخد ده طالع من سي 2 وده طالع من سي 2. طب والتالت ده اسمه ثيرد اوكسيبيتال، ده ثالث اوكسيبيتال نيرف. يبقى انا عندي في جريتر اوكسيبيتال سي 2 ليسر اوكسيبيتال وثيرد اوكسيبيتال. خلي بالك الابر بارت بتاع الباك اوف ذا سكال ده بياخد جريتر اوكسيبتال، لكن اللور بارت سيرد اوكسيبتال. طب المنطقه اللي ورا الاوريكل وجزء من الاوريكل ده ليسر اوكسيبتال. طب في نيرف رابع اسمه جريت اوريكولار نيرف، الجريت اوريكولار ده طالع من سي 2 و3 بيطلع كده عشان يغذي المنطقه بتاع الانجل بتاع الباك. يبقى تاني النيرفس اللي ورا الاوريكل عددهم خمسه، أربعة سنسوري وواحد موتور، الأربعة جريتر أوكسيبتال ليسر أوكسيبتال دول طالعين من سي 2، ثيرد أوكسيبتال سي 3، جريت أوريكولار سي 2 و3. طب أمال الموتور بوستيريور أوريكولار برانش أوفيشال اللي بيغذي مين؟ اللي بيغذي الأوكسيبتال بيري أوكسيبتو فرانتالس. تعالوا نعيد تاني النيرف سبلاي أوف ذا سكال، قدام الأوريكل خمسة أربعة سنسوري واحد موتور، سوبرا تروكلي سوبرا أوربيت زيجوماتيكو تيمبر أوريكولو تيمبرال والموتور تيمبرال برانش أوفيشال. طيب تعالوا نقول اللي ورا الأوريكل، جريتر أوكسيبتال ليسر أوكسيبتال ثيرد أوكسيبتال أوريكولار نيرف والموتور اسمه بوستير أوريكولار برانش أوفيشال. أدي الصورة دي مبينه لك السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال، وده النيرف اللي اسمه زيجوماتيكو تيمبرال اهو، وده اسمه اوريكولو تيمبرال نيرف، ده طالع من
الماكسيلاري وده طالع من الفستيبولار ودول طالعين من الاوفسالي. بصوا في واحد دي اختصار ان الكرينيال نيرف الديفيجن الاول بتاعه اللي اسمه اوفسالي، في 2 اللي هو الماكسيلاري ده الاوفسالي، في 2 اللي هو الماكسيلاري، وفي 3 الماكسيلاري. خلاص يبقى ده اسمه اوريكولو تيمبرال، بس هو هنا عاكس في الصوره هو اوفسالميك ماكسيلاري مانديبولا. ماشي، يبقى ادي اوفسالميك وادي ماكسيلاري وادي مانديبولا. الماكسيلاري يطلع زيجوماتيكو تيمبرال والمانديبولا يطلع اوريكولو تيمبرال نيرف. يبقى اتكلمنا على السكالب واتكلمنا على اللايرز بتاعتها واتكلمنا على البلاد سبلاي الارتيريز والفينز واتكلمنا على النيرفز اللي بتغذي السكالب قدام الاوريكل واللي ورا الاوريكل. هنعيدهم تاني، ادي سوبرا تروكليا سوبرا اوربيتال زيجوماتيكو تيمبرال اوريكولو تيمبرال والموتور اسمه تيمبرال برانش اوفيشيال. طب واللي ورا جريتر اوكسيبتال ليسر اوكسيبتال ثيرد اوكسيبتال، متكرره كلمه اوكسيبتال 3 مرات، وجريت اوريكولار والموتور اسمه بوستير اوريكولار برانش اوفيشيال.